نادي القرن على صاحب بطولة الكونفدرالية الأخيرة حالة انهيار، مش عايز أقول انهيار، معرفش يعني هي حالة إيه يعني بالظبط في النادي الأهلي، ولكن كل التقدير لفريق الاتحاد اللي احترم جدا النادي الأهلي، حسام حسن اللي أرى النادي الأهلي كويس جدا وعمل له كل التقدير والاحترام، عشان كده قدر يخرج بالمباراة 4-1. الهدف الأول كوري في الدقيقة 3، الهدف الثاني محمد حمدي زكي في الدقيقة 45، الهدف الثالث كاتونجو في الدقيقة 29، الهدف الرابع رامي عادل في الدقيقة 37، وطبعا هدف الأهلي صلاح الدين الإثيوبي. نادي القرن على صاحب بطولة الكونفدرالية الأخيرة حالة انهيار، مش عايز أقول انهيار، معرفش يعني هي حالة إيه يعني بالظبط في النادي الأهلي، ولكن كل التقدير لفريق الاتحاد اللي احترم جدا النادي الأهلي، حسام حسن اللي أرى النادي الأهلي كويس جدا وعمل له كل التقدير والاحترام، عشان كده قدر يخرج بالمباراة 4-1. الهدف الأول كوري في الدقيقة 3، الهدف الثاني محمد حمدي زكي في الدقيقة 45، الهدف الثالث كاتونجو في الدقيقة 29، الهدف الرابع رامي عادل في الدقيقة 37، وطبعا هدف الأهلي صلاح الدين الإثيوبي.